مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا اعزائنا المشاهدين وين ما كنتوا تتابعوا فينا، تتابعوا في العدد الجديد والحلقه الجديده من منوعات دوم تيك دوم. واول تحيه طبعا حاب نسوقها لهذا الجمهور الجميل اللي يسهر معنا كل سنه. سهرتنا طبعا يأمننا على المستوى الموسيقي والأغاني المباشر، فرقتنا الموسيقية بقيادة المسرو كمال عبيسي. اليوم عنا أكثر من ضيف، اليوم باش نستمع البرشة موزيكا وأيضا باش نتابع مجموعة جميلة من اللوحات الراقصة بالنسبة اللي حضروا منا لي كونديدا متاعنا، فقرات مصورة أيضا باش تشاهدوها. خليكم مع مقتطفات من اللي يستنى فيكم اليوم في سهرتنا في دوم تيك دوم. أهلا وسهلا. مستحيل العين تعشق مدام، مستحيل الليل يرضى السهر. بس نقول لك شبيش نجيب شان ربي يحيينا على الخير يا أحمد. لبلاد الناس مينوبة منها كانت تعذيب، الحياة ما يجيك نعاس تتعب وتفارق وتعيش غريب. ثم اذا نجم سهرتنا الليله لقبوه بسفير الاغنيه التونسيه، لقب كما هذايا شخصيا نراه انه ينجم يحمله بكل فخر، ينجم يحمله بكل مسؤوليه، ينجم يمثل تونس خارج حدود ارض الوطن احسن تمثيل، لانه صوت رائع، لانه حضور متميز، وخاصه لانه فنان مثقف عنده خلفيه موسيقيه وفنيه رائعه واخلاق عالية جدا جدا. انطلق رحلته في الفنية وفي الموسيقى من عمره تقريبا 9 سنوات، سجل العديد من الأعمال في السنوات نتاعو في مسيرته القصيرة، لأنه هو مطرب شاب وفنان شاب، لقات نجاح متميز في تونس، ولكن اختار وأنه يعزز هذا النجاح ويزيد يأكد هذا النجاح من خلال مشاركة متميزة في برنامج ذا فويس. كلنا قلوبنا دقت وقت اللي نسمعوه يغني، وقت اللي تبعوا فيه، كلنا تمنينا وأنه هو اللي يفوز باللقب لأنه جدير بالفوز. اليوم سعيدة وأني أستقبل نجم سهرتنا الليلة الفنان محمد دحليب. نحبك ما في ماشي عيب، حتى وكان طريقي صعيب، وانت معايا مالك حكاية يا قصة العقدين. نحبك ما في ماشي عيب،
صعيب كنت معايا مادة حكاية نحكيها في السر يا حبيبي حبك ما فيهاش عيب أحبك ليا أنا وحدي والهم يكون غير عليك ونتحمل وعدك ونعدي ونزين أحلامي بيك أحبك ليا بين إيديا شمس النهار اللي ما تغيب حبك ما فيهاش عيب سعيد. اهلا وسهلا، مرحبا مرحبا بك محمد، تفضل. محمد دحليب نجم سهرتنا الليله، مرحبا يا محمد. مرحبا بك، مرحبا بالساده المشاهدين. ان شاء الله يا ربي نعديو سهره حلوه ونكونوا خفيف ظل ان شاء الله على تونس. انا فرحانه برشا اليوم بارتيكولارمون باستضافتك، ماهيش اول استضافه بالنسبه لي انا للفنان محمد دحليب. منذ الانطلاقه، منذ البدايه، كنا متابعين الخطواتك ومتابعين تجربتك والبدايات نتاعك. اما اليوم انا فرحانه اكثر لانه محمد عمل مشاركه متميزه على المستوى العربي وما روحش فارغ المشاركه نتاعو، لانه خلى بصمه حلوه برشا، ولانه المشاركه هذه مكنته ايضا من خطوه نحو الانتشار العربي والنجاح العربي. واكيد الناس الكل سالتك السؤال هذايا، انا باش نعطي رايي قبل ما ناخذ منك الاجابه وانت تقول لي اذا كان رايي صحيح ولا لا. برشا ناس قالوا محمد دحليب تعرف في تونس وبدا ينجح في تونس وبدا يعمل في خطوات وبدا يعمل في جمهور، يقول قايل علاش ماشي يشارك في برنامج كيما ذا فويس هكا ولا صحيح. الحقيقه خدمت في تونس، غنيت جميليك مسلسل رمضاني، بعد عملت سوبر ستار في لبنان، وبعد التواجد بالجائزه الاولى 2010 في ايام قرطاج الموسيقيه باغنيه التصويره، كلمات المولد حسين وتوزيع حاتم اللجمي والحان طارق زاني، وحبيت انه نقدم اكثر في الفن. وما يكفيش الواحد يخدم على الـ على الـ على معناتها على السوق التونسي كهو، علاش ليه باش ما يتحلش على مستوى العالم العربي، وهذا اللي وصلت له الحمد لله. هذا شنو حبيت نقول انا، وانه المشاركه نتاع محمد في اختيار البرنامج ذا فويس، اختيار ذا فويس اي برنامج ذا فويس، مكنتك من علاقات فنيه مهمه ومكنتك من الاحتكاك من نجوم العرب، وهذا كله يفرد للتجربه الفنيه. الحقيقة شفت البرنامج في السيزون الأول لأنه ما كنتش نعرفه، رفضت باش نمشي نشارك فيه. بعد ما شفت العام اللي بعده سيزون 2 نتاع ذا فويس،
لقيت انه مستوى محترم جدا وبرنامج يستاهل وستاف تكنيك كبيره ولمير واذاعه بلاتو يستاهل انه الواحد يغني عليه بالاخص قدام لجنه كبيره كما كاظم الساهر وصابر الرباعي وشيرين وعاصي. دونك قلت يلا نجرب والحمد لله من ضمن تونس الكل اللي شاركوا بقيت كان انا ومثل تونس وفما لقب مهم برشا اللي هو سفير الفن التونسي. ان شاء الله نخدم عليها الكلمه ذي ونحطها اون فالور. حاملينك مسؤوليه راهو محمد وان شاء الله تكون قد المسؤوليه هذه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله والناس عندها معناتها رايه فيا ويعرفوا صوت محمد. دونك ان شاء الله نمثل تونس احسن مثال ويوفقني ربي ان شاء الله. ان شاء الله. قلت انه تبعناك بكل شغف وقلوبنا دقت وبعثنا دي سي سي ميس لكن على غالب معناها اللي قدرت عليه. نعرفوا انه ديما مشكله المشاركين من تونس هي بالاساس اس ام اس معناها. عمرها لا كانت مشكله حضور ولا صوت ولا هو التصويت اللي اكثر حاجه نتصور هو فيه وفيه فيه وفيه صراحة. فما برشا ابعاد اخرى واتجاهات اخرى يمشوا فيها المونديين تاع البرنامج ويشوفوا في ناس معناتها عندهم بروفيل معين يحبوه هو اللي البروفيل اللي حاجتهم به والشخصيه اللي حاجتهم بها. فوالا احنا باش ننطلق توا في سهرتنا وباش نبدا نستمتع بصوت الفنان محمد دحليب في اللايف صحبه فرقتنا الموسيقيه. وظهر لي فماش احلى من اللايف وانت تبارك الله عليك. اللايف احلى من فن صراحه احلى من احسن من البلاي باك. باهي باش نبداو توا جانا الهوا نغنيو. الله الله جانا الهوا بصوت الفنان محمد دحليب. وكم حبيب خلينا كده
على كل شيء ما مال الهوى والعزمة وشبكنا بخلص نار وشبكنا بخلص نار وشبكنا بخلص نار يا حبيبي يا بياض يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا الله هذا لجوك خلصنا
برافو برافو، تحية أقوى من هكا أكبر. يعطيك الصحة محمد على هذا الأداء المتميز، أيضا تحية كبيرة لكل أساتذة الفنانين فرقتنا الموسيقية، تحية كبيرة لكم. هكا جو مثل ما رانا باش نسمعوا برشا مباشر، وباش نستمع أيضا للأعمال الخاصة بالفنان محمد دحليب. نحب نمشي للسنوات من اللي بديت شوية في تونس لحد مرحلة ذا فويس في قراءة سريعة بأمضاء زميلتنا الصحفية أنيسة الحجر. عادت تسائلني ما زلت تهواها، هل أنت تذكر من حب ما كان في مقلتيك مريضا بدت ألمحه فيوقظ الفجر في أصالي حيران. فنان مطرب تونسي عرف طريقه للنجاح من خلال مشاركته المهمة في برامج الفاريتي بالعالم العربي، وآخرها كان برنامج ذا فويس. بدأت مسيرته الفنية من كان عمره 9 سنين مع فرقة والده لإرشاد الدين، تواصلت مشاركته بعد ذلك عام 2007 في شهر رمضان بالذات كي غنى في جينيريك مسلسل يالي بي. حضوره بدأ ينتشر عربيا منذ عام 2008 بعد ما شارك في برنامج سوبر ستار ووصل مرحلة متقدمة في البرنامج. متفكر بهم ليال تصوير اسمي وعليها كاريخ العام. عنده برشا أغاني خاصة أهمها أغنية غير ودك وأغنية تصويرة واللي فاز بها بالتانيث الذهبي لأيام قرطاج الموسيقية. في الساحة وصفت الأقسام وجوه صغيرة والبسمة مرسومة عليها. عام 2012 طلع على مسرح قرطاج في زوج مناسبات، الأولى سهرة الافتتاح والثانية سهرة عرض الزيارة مع الموسيقي سامي النجمي. وسنين القناة في برنامج ذا فويس مع فريق الفنانة شيرين ومشاركته كانت شبه برشا لمشاركته في برنامج سوبر ستار، وين لقاوه وصل لمرحلة مهمة من البرنامج، لكن الحظ ما سعفوش المرة هذه زادة وما كملش المغامرة اللي نفاتو برشا. Sonic hip, naughty, funky, fresh. My body so melodic, this beat rolls right through my chest. Everybody, Martin, Poppy, came to party, grab somebody. Work your body, let me see you one. Two step, don't stop it. Everybody get on the floor. Bring the party up, we about to get it on. Let me see you one, two step. I love it when you one, two step. One, two, step. The invincible. Rage is so contagious, make you crave it. Jazzy maze. Party top of Charlie. Ever since the day I started, my stuff. And yes, I flaunt it. Goodies make the boys jump on it. No, I can't control myself. Now let me do my one, two, step. Come on. Stop it. Everybody get on the floor. Bring the party up. We about to get it on. One, two, step. I love it when you one, two, step. Everybody, one, two, step. We about to get it on. Don't matter to me, we can dance slow. Whichever way the beat drop, our bodies will soar. Swing it over here, Mr. DJ.
برافو برافو، يعطيكم الصحة مريم العبيدي وأحمد بن عطية. إذا كان عجبتكم مريم العبيدي تعملوا تاقة 3 وتبعثونا على رقم 85030، وإذا كان عجبكم أحمد بن عطية تعملوا تاقة 5 وتبعثونا على رقم 85030. ناخذ رأي صدام وصابر بنعشنا ظهرولي ثم في الأخر ما عادش سنكرونيزاسيون بيناتهم. السنكرونيزاسيون من وسط الغنيه ضاعت شويه. مي اون غروسو مودو كي نشوف مريم توا الاربع حلقات الاخرانيين معناها قاعده اون بروغريسيون، قاعده تقدم، قاعده كل شيء. احمد اليوم كنت خير من الحلقات الاخرين، تحسوا ثم اون اميليوراسيون. معناها احمد يحب لنا ثلاث حلقات ولا اربع حلقات واحنا نعرفوا فيك. ونحمسوا فيه باش يتحسن ان شاء الله. احمد قاعد يحضر للسيزون 2 راهو مشتاق. اون غروسو مودو مخافو. شو نقول لك؟ شو نقول لك؟ ان شاء الله ربي يحيينا على من خير يا احمد. اون غروسو مودو برافو ثم اون اميليوراسيون. بون كونتينياسيون. سابين برافو يعطيكم الصحة، عجبني برشا ديو. البارتي الأخرانية عجبتني أكثر من الأول نتاع السولوات. أحمد عجبتني خدمة التكنيك المرة هذي. ومريم زاد كيف كيف، يعطيك الصحة، عجبتني الطلعة والهابطة. إي قاعد خايفة عليها وهي متخوفة اليوم نهار كامل وهي متخوفة. لاباس لا 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 لاباس صافا، يعطيكم الصحة إن شاء الله المرة الجاية خير إن شاء الله. شكرا ليك. إذا محمد أعطيني رأيك أنت في تعرف لي كونديدا هذوما راهم سي با دي بروفيسيونيل، معناها قاعدين معنا من اللي بدا البرنامج و ديزاماتور وقاعدين يتعلموا كل أسبوع يقدموا لنا لوحات. فما شكون اللي خرجوا وتوا قعدوا لي كاتر فيناليست الجمعة هذه والجمعة الجاية إن شاء الله الفينال. أنا حسيتهم ما شاء الله عليهم، بالأخص أحمد عنده حضور روحي ويغزل برشا الكاميرا مركز عليها وتحسوا ارتيستك عنده شويه هبال عنده هبله بتاع الفنانين. يعطيك الصحة. مازال معنا محمد دحليب باش نخرج توا معكم اعزائنا المشاهدين ومع الصحفية فاطمة المطوسي باش نمشيو لفقرة كلمة توانسة. يضربك سبات ساعات؟ بخفى. لا جست نحب نعرف سبات توا ضربك ولا موج ضربك؟ ضربك ضرب فيه تزرب تروح لدار تنحي؟ ساعة ساعة ضربك سبات خويا؟ شنو هو ضربني سبات على الاخر على الاخر على الاخر؟ بحق؟ والله مش نورمال. بلا لازم جديد. جديد ومش جديد. اما كتسلفني طرف فلوسه طنجانة. يضربك سبات ساعات؟ نعم. يضربك سبات؟ لا ما يضربنيش. سبيدري من هذا؟ لا لا. شليكا؟ تشارك فيهم انت توا. عسيمة؟ انت ضربك سبات توا؟ انا قولي انت راك نحيته معناها مرتاحة الجملة. يضربك هكاك ما يضربك سبات، أما كي تكبر باش تلبس سبات إن شاء الله ما يضربكش. عسيمة؟ عسيمة أختي. خويا شبيك تكوع يا أخي ضربك سبات؟ سبات ضربني سبات والله ضرب والله ضرب. جديد لازم. لا والله قديم. شو عملت له أنت باش يضربك؟ ديما ضربني سبات. حياتك الكل؟ حياتي الكل مديني وسبات. زوز ضربين؟ زوز ضربين الله يخدر الخير. أيوا كيف باش نعملوا له معناها باش ما عادش يضربك؟ تحب نحي نمشي حافي؟ كي تمشي حافي نخاف تزيد تضرب بك. والله نمشي حافي على خاطرك. توا تونسي كي تقول كي يقول لك ضربني سبات ولا تقول ضربني سبات شنو تفسرها؟ يمس جابو أو ما يمس طول جابو هكا ويقول حتى انا راه ما عنديش فلوس ولا برجوليه وما عنديش فلوس. صحيح صحيح هذه اخر حاجه اخر مرحله فكرت فيها كنت باش نقولها وسكت. دخلت يدي مكتوبي خذ ربني سبات. ضربني مكتوبي كي دخلت يدي مكتوبي. حيت. يضربك سبات شنو تعملوا؟ شنو نعملوا؟ نقعد نستعمل فيه. نحيه. ويمشي حافي وكي ساقين تضربوا. ما باش يمشي هي بس شريكة. عزيمة.
العسلامة اختي لاباس. خويا هبط نسأل في الشارع التونسي ضربهم السبات ولا لا؟ كل واحد كيفاش فسر هيلي. مثلا كي يضربهم السبات شنو نعملوا لهم؟ نشوفوا لهم حل؟ نشوفوا لهم حل. احنا بلاد الحلول هنا. كيفاش؟ الله يبارك اختي جيبوا لي السبات نحطوا في الماكينة شوية نحلوا ما عادش يضربك السبات. جملة جملة؟ جملة. حتى كي دخل يده المكتوب؟ كي دخل المكتوب ما يخرج معايا ما يبقاش يضرب السبات عاد. تضرب الفلوس وقتها. وقتها شنو الحل؟ الحل لازم نشوفه مع الشعب التونسي كل. شكرا شكرا لكم. باش نبدلوا الاجواء الموسيقيه والفنيه شويه وباش نمشيو لمجموعه جاتنا من جوهره الساحل سوسه، سعداء باستقبالهم وباستضافتهم معنا باش يقدموا لنا مجموعه من اللوحات الموسيقيه. نعرفوا انه العزف وحده ما غير غناء عنده جمهور معين، ولكن انا نتصور انكم الكل اليوم باش تتفاعلوا معاهم، مجموعه من الشباب الجميل عازفين وفنانين حلوين برشا باش تعرف عليهم بعد ما نستمع للقطعة الأولى، مجموعة جاك باند باي مصطفى ماني. Thank you.
بينا ورتونا. شايف ميرسي، اشكرك على الاستضافه الحلوه هذه في البرنامج. يعيشك. من خلالك نحب نوجه تحيه لمشاهدينا في جوهرة الساحل وفي الساحل الكل، لانه باعداد غفيره الحق يتابعوا في المنوعه. اكيد نوجه لهم تحيه لجوهرة الساحل وكذلك معناتها الساده المشاهدين الكل. الساده المشاهدين الكل في كامل تراب الجمهوريه. أيوة مصطفى، احنا التقينا اول لقاء بك كان في برنامج شارع الحريه بعد الثوره بشويه، وبالنسبه لي انا كان اكتشاف. وقلنا وانه ان شاء الله في مناسبات اخرى يكون فضاء ارحب وتكونوا حاضرين معنا، والحمد لله وفينا بوعود. جات فرصه. جات فرصه. نرجع للي ما شاهدوناش ولا حتى نذكر، شكون مصطفى مامي؟ مصطفى مامي عازف كلارينيت وساكسفون، خريجي معهد عالي الموسيقى، حاليا درس في المعهد العالي. معناتها حاولنا نعملوا الباند هذا جاك باند. اعطينا فكره كيفاش لميتوا والاختيارات نتاع العناصر هذوما، شنو اللي لمكم؟ لانه نعرفوا انه ما شاء الله فما برشا عازفين خاصه في المعهد العالي للموسيقى، ولكن جروب معين كيتلم كيما هكا نتصوروا انه فما كيلي في الكوندكتور هكا بيناتهم حاجه تجمعهم. انتم شنو اللي جمعكم؟ احنا الساعه نحب قبل كل شيء نعرف بالمجموعه الموسيقيه اللي معايا. هيكل الحذير على آلة الباتري، حاتم عموس آلة بيركيشيون، مروان فضلون باس، درار كافي جيتاري، وسامة زقي كلافي. الجروب يمكن معناتها الحاجة الخاصية اللي ما نقولوش معناتها حاجة سبيسيال اللي فيه، اللي كل واحد عنده طبيعته وشخصيته اللي معناتها خلات يمكن الجروب يتخصص في الستيل هذايا. كل واحد فاش نقولوا معناتها عنده التاش نتاعو في الجروب وقاعد يعطي في البلوس. ولا اختياراتكم الفنيه والموسيقيه اللي تقدموها، شنو المقاييس اللي تخليكم باش تختاروا اللون هذا غير اللون هذا، القطعه هذه غير القطعه الاخرى؟ احنا في البدايه الاختصاص نتاعنا كان يعني موسيقى الاتيه صامته، ولو اني نكره كلمه موسيقى صامته على خاطر الموسيقى مستحيل باش تكون صامته. معناتها الجروب ما يرتكزش جينيرالمون على يعني على الغناء. اخترنا معناتها حاجات معناتها دي مرسو تونسيه وشرقيه وتركيه، وعملنا لهم ارانجمون معناتها خاص بنا احنا، ونحاولوا معناتها نحاولوا نقدموهم للجمهور وبطريقتنا احنا، وان شاء الله يعجب. عندكم انتاج خاص ولا ما عندنا انتاج خاص؟ ان شاء الله قاعدين نسجلوا فيه، وان شاء الله قريب احضر ان شاء الله. ان شاء الله يكون حاضر الانتاج، تكونوا حاضرين معنا ان شاء الله على خير. ما زلنا باش نستمع الجاك باند، ما زلنا باش يزيدوا يسمعونا زوج مقاطع اخرى، زوج اعمال اخرى حلوين، ما زلنا باش نسمعوا التركي وشنو اخر. باش نسمعوكم مرسو، ديجا انت سمعتوا برشا وحبيتوا برشا اسطنبول، ديديكاس لك انت. ونعملوا حاجه شرقيه ولا تونسيه احنا نكملوا في الشرقي ما دام عملنا التونسي، حتى نكونوا قدمنا تقريبا كل الالوان. باش نخرج توا معاكم نمشيو لفقره دونس دي موند ومن بعد لنا عوده. Watch out, damn, it's all up there.
برافو برافو، احلى احلى ميوزك باي زاك باند، ويحبوا يسميوا هذه موسيقى صامته، مستحيل تنجم تكون اي حاجه الا انها موسيقى صامته. برافو، يعطيكم الصحه، شكرا لكم على حضوركم معنا. جاك باند باي مصطفى مامي، وحتى نروح بين الموسيقى بين الغناء وبين الرقص باش نستقبل شاب تعرفوا انه فتحنا المجال الى جانب لي كانديدا اللي معنا في المسابقه نتاعنا تاع البرنامج. في كل مره نستضيف انفيتي يكون حاضر معنا راقص، اليوم باش نستقبل وائل سيلكس. نمشي توا من الرقص باش نمشي الفيديو كليب لضيفنا ونجم سهرتنا الليله الفنان التونسي محمد دحليب واغنيه بلادي. صغري حبيتك في سري وجاري، وما دام عشقتك يا عمري لا نشكي منك لني يا بلادي. في حبك عمري تعدى ونشوف المستقبل وردة تتفتح في جناني مودة وريحتها تهبلك الفل يا بلادي. في حبك عمري تعدى ونشوف المستقبل وردة تتفتح في جناني مودة وريحتها تهبلك الفل يا بلادي. We'll be right back.
ربينا عشقنا ريفك والمدينة ونسايم حرية حنينة على بلادي للادي الكل يا بلادي من خيرك احنا تربينا عشقنا ريفك والمدينة ونسايم حرية حنينة على بلادي للادي الكل يا بلادي يا بلادي عشقني صغري حبيتك في سري وجواري وما دام عشقتك يا عمري يا بلادي عشق من صغري حبيتك في سري وجاري وما دام عشقتك يا عمري لا نشكي منك لا نمل يا بلادي أغنية بلادي وفيديو كليب الفنان محمد دحليب. الأغنية هذه والفيديو كليب شنو نجم نعرف عليهم محمد؟ هي أغنية تونسية حبينا معناتها نحكيه على تونس بمحبة. تقول يا بلادي عاشق من صغري حبيتك في سر جهري وما دام عشقتك يا عمري لا نشكي منك لا نمل من خيرك احنا تربينا عشقنا ريفك والمدينة ونسايم حرية حنينة على بلادي ليلة الكل. الله الله. كلمات والحان بلادي. كلمتها حميدة جرية والحان الفنان طاهر جزاني. تحياتنا للفنان طاهر جزاني طبعا. طاهر ايضا ما ننساش انه هو من ابرز الفنانين والموسيقيين اللي كان ديما يشجع واللي تعاملت معاه انا وتعاملت معاه برشا. وتوزيع خالد الكلبوسي الاغنية هذيا تصورت فيديو كليب وكان نشوفوا فيها ان شاء الله عجبتهم. ان شاء الله. اغنية مستحيل وكان نرجو لها مستحيل من كلمات رضا شعير والحان هاني دمق وتوزيع سامي بن سعيد. تحية اليوم حتى ما ننساش طبعا الناس اللي تلحن واللي تكتب واللي توزع راه وبيوم هما هذه حقوقي هذه حقوقهم طبعا وبيوم هما احنا نستمتع بمختلف الاعمال والاغاني نتاع الفنانين. باهي خلينا نحكي شويه نرجع شويه ل ذا فويس وللتجربه هذيك واحتكاكك بنجوم الفن في العالم العربي. اكيد انه سهل لك طريق النجوميه. انا نحب نسال كيفاش لقيتهم؟ شكون ربما اللي ضحكت؟ انا قلت شكون هو ضحك راه مازلت ما قلت حتى شيء. شكون خاطر برشا كلام معناها احنا نحبوا نعرفوا الصحيح. شكون اللي كان مساند وشكون اللي ما نحبش نقول معطل نقول ما كانش مساند وما كانش متحمس يعني بالنسبه للجنه التحكيم؟ نبدا بلجنه التحكيم. والله شوف كل واحد يضرب على درابوه. هكاو يعني كان معناتها حسيت معناتها كاظم الساهر برشا معناتها يسمع صوت عراقي يضرب عليه بالبونه ويدور لهم طول ما غير ما يفكر نفس الشيء شيرين وكل لا لا فما حسينا بصراحه حسينا شويه توتر بينك وبين الفنان صابر الرباعي. والله ما تقوليش لا وما غير مجامله ونحب دبلوماسيه. هو الموضوع هذا معناتها اخذها حجمه اكثر من لازم بصراحه بالنسبه لي اخذها حجمه اكثر من لازم وحكينا فيه برشا في عده وسائل سمعيه وبصريه والكل حصير حتى في المكتوبه. يبقى انا ممكن تقلق شويه من الكلام اللي انا قلته لكن هذا رايي معناتها الاكثر الاقل. صابر نحترمه برشا وانا مانيش معاه في الاكيب نتاعو انا مع الفنانه شيرين. وقلت معناتها راي عطيته في المشاركه اللي اسمها عايده من تونس. قلت مساب البنيه هذيك راهي قعدت في الاميسيون لانه يوم اللي غنيت في مع المتسابقين اللي كانوا معها كانت من احسن الاصوات بالنسبه لي وكانت متميزه وحضور كان حضور كبير عندها وتستاهل انه تبقى. لكن الحق وخليها
هذا رايي معناتها المفروض ما يقلقش اوبريتو هذه اللعبه معناتها وانا رضيت بقانون اللعبه بارتو معناتها من الاول انت ماشي وعارف وانه فما امكانيه نتاع كل شيء اي عارفين كنت معامل على صوتي بالاساس عديني المرحله الاولى وعديني مرحله الباتل وتعديت مرحله اللايف وغنيت مشيت خلاص الفنانين الاخرين النجوم الاخرين اللي غنيت معاهم اللي طلعت معاهم شكون كان الاقرب ربما اللي قلبك ولا هكا بقات حاجه حلوه ذكريات حلوه معاه والله برشا اصحاب ودير قاعدين نفكروا باش نجيبوهم في تونس في عرض اسمه نجوم ذا فويس ويكون فيه محمد حليب من تونس ويكون فيه ثله من اجمل الاصوات اللي طلعوا في البرنامج اليوم يمثلوا العالم العربي كيما سحر صديقي من المغرب كيما ريم مهرات من لبنان وكيما محمد هشام من السعودية هكاك تولي فما بلاتو منوع ومخلط ونجم يعطي صدى حلو برشا واللي غنيت لهم محمد شنو كان رد فعلهم النجوم الكبار النجوم العرب بون الحقيقة فما برشا معناتها اتصالات جاتني وبرشا شكر وبرشا معناتها ناس حبوا الشيء اللي أنا قدمته وكهو معناتها إن شاء الله في المستقبل نزيد نعمل أكثر على الإنتاج متاعي الخاص هذا هو الأساس بالنسبة ليلي والفايدة في البرودكسيون فايدة في تقديم صورة حلوة ليلي ولتونس لأنه أنا تو مرحلة وتعديت بالنسبة لك أنت تو ذا فويس مرحلة وتعديت وصفحة وتطويت معناها الغرض منها نصور حقه محمد الغرض منها أنه فما ناس كي مشيت لدبي عرفوني هذا شيء فرحان به برشا وحتى اسمي في تونس عاود تحرك وهذا هو معناتها ما قعدتش في تونس مشيت عملت ثلاثة كليبات يتسموا في قناة ام بي سي واقل فيديو فيهم تشاف 400,000 مشاهد معناتها الحمد لله في فترة قصيرة معناتها واحد ربح زيادة برشا وقت راهو في الانتشار اي معناتها هما يعرفوا كيفاش يروجوا كيفاش يقدموا الفنان وكيفاش يعطيوه الفالور نتاعو اللي يستاهلوه واضح نحب نرجع للغناء ونرجع للمباشر صحبة فرقتنا الموسيقية ونعاود نسمعوك مرة أخرى محمد حليب تفضل شكرا I'm
اشكو ليه مكسور مفوح عالكتف ملوح ليه
يا صالح يا ولدي يا صالح يا ولدي يا صالح يا ولدي يا صالح يا ولدي شكرا لكم. يعطيك الصحة محمد دحليب. أيضا شكرا لفرقتنا الموسيقية والجمهور العزيز. الجمهور العزيز بركة لجمهورنا. شكرا مصلي على النبي. محمد بالطبيعة احنا فرحانين ليك بالنسبة لعقد الانتاج دونك ينقلوا عقد انتاج ودبي معناها عن قريب باش تسافر وتستقر في الامارات ولا كيفاش؟ نقعد ما بين تونس وتونس ودبي تونس ودبي. باش يكون عندك حضور في المهرجانات الصيفيه سنة؟ ان شاء الله ان شاء الله. اون برانسيب فما مهرجان سوسة الدولي وان شاء الله فما زاد يوم 21 اليوم العالمي للموسيقى في سوسة زاد في سيدي الظاهر باش نكون موجود هنا. يوم 20 باش يكونوا فرقه من فرنسا جايين. والسهره الثانيه باش ناسسها هنا ان شاء الله في مهرجان سيدي الظاهر باش يكون. العقد هذا هو عقد انتاج واداره اعمال ولا انتاج فقط؟ عقد انتاج كهو ومعاه تنظيم حفلات. وتنظيم حفلات يعني نشاطك في تونس وحفلاتك في تونس يلزم باش نوليو نتعداو على شركة الانتاج هذية العربية والا عندك ادارة اعمال هنا؟ عندي 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 ادارة اعمالي وعندي الشركة نتاعي اسمها ام دي ايفانت زاد هي تعمل توسكي اورجانيزاسيون دي زيفينمون وان شاء الله باش نشوفوها في برشا حاجات ان شاء الله في المستقبل. حتى فما بعض الاصوات التونسية الشابة اللي كي مشاو لبنان بالطبيعة حتى كي تكلمها مباشرة على مشاركة ولا تكلموا مباشرة على مشاركة تلفزية تبدأ في تونس راهي لهنا تقول لك ليه كلم راهي شكون اي تقول لك ليه كلم يلزمك تكلم الشركة الخليجية ولا الشركة العربية معناها تولي ثنية طويلة. انا مش من الفنانين اللي يحاول يصعب على اولاد بلاده بالاخص. لا بالعكس انا لازم يكون موجود ولازم تكون عندي المساحة نتاعي وانا بيبي مفتوح للناس الكل وماذا بيا معناها مساحة حرة لك انت باش تنجم تتصرف. ليس عقد احتكار ليس هو برودكسيون هو انتاج فقط لا اكثر لا اقل. هذا هو باهي باش نرجع معك توا ونرجع مع السادة المشاهدين في لقطات جميلة وبيست اوف حتى نتذكروا مع بعضنا مشاركة الفنان محمد دحليب في ذا فويس. صوتك دافي يعيش. فأهلا بيك في ذا فويس. يعيش محمد من الأصوات اللي نعرفها في تونس ومعروفة في تونس. طبعا هو يجمع ما بين التقنيات والإحساس وهذا القفلات الصح. هو متمرس ومرحبا بيك في ذا فويس. حبيبي انا رد علي وقولي من حبيبي انا رد علي وقولي من حبيبي انا رد علي وقولي مرتاح تروح لبيك وعرفت طعم الدنيا بيك مشيت خلاص وما قلت ليش انا اعمل ايه تنساني ليه بالله عليك وانا قلبي حياته روحه فيك وازاي هيجيلي حبيبي
اللي مكانه شغلان ستة الصبح ما فكر فيه نامي اللي بسكة صعبة تبقى على دكة مش مظبوط حد يقول لي اعمل ايه حد كان يا حبيبي بيتعب في حتة انا قلبي بيتكسر حتة في كل مكان شغلان ستة الصبح ما فكر فيه يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة الفرقة الموسيقية عايدة تحية كبيرة اليوم محمد كنت سعيدة جدا جدا بحضورك وأسعد لأنه حاسة وأنه انطلاقة إن شاء الله من الباب الكبير للفنان محمد دحلال يا رب إن شاء الله النجاح والتوفيق إن شاء الله خير للتوانسة وإن شاء الله يا ربي مسيرتي الفنية تكمل الخطوات الثابتين اللي قمت بهم قبل إن شاء الله نزيد نكمل أكثر وأكثر إن شاء الله إن شاء الله ونشكرك أيضا على تلبية للحضور وأسست معنا السهرة المتميزة يا محمد إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بالتوفيق ابقوا معنا أعزائنا في المشاهدة فاصل إشهاري قصير ونرجع للجزء الختامي من منوعة دوم تك دوم باش نرجع بالطبيعة بالأغنية الشعبية وبالمزود شكراً رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وكما تعودتوا في الجزء الثالث والأخير من منوعة دوم تيك نخصوه للأغنية الشعبية ونخصوه للمزود اللي عدد كبير من السادة المشاهدين يتابعوه ويحبوه اليوم نستقبل في الفن الشعبي فنان شاب نجم نقول عليه هو أصغر فنان شعبي في تونس بدأ من اللي صغير ثم بعد نحكي عليها ونحكي معه أكثر على تجربته الفنية ولكن سجل حضوره على الساحة الفنية بامتياز وسجل نجاحات بامتياز ومنهم الأغنية هذه اللي باش نصافحكم بها كبداية أولى أغنية يا غالية والفنان سليم التونسي ترجمة
ازيك؟ مرحبا بك سليم، اهلا وسهلا، تفضل. شكرا فيك. وانا قدم فيك قلت من اصغر او اصغر فنان شعبي تونسي، صحيح ولا ايه؟ انا من اصغر فنانين الشعبيين اللي بديت، وان شاء الله ما نكونش كبرت وكاو. لا كاو عاد. لا والله انا بديت عمرك 17 سنة توا. ولحد الان وان شاء الله. عندك 5 سنوات تقريبا. 5 سنوات قاعد نخدم منوال ان شاء الله القدام، وان شاء الله ديما قدام خير، وذولي مازلت اصغر واحد. مازلت اصغر واحد نتصور. باهي قول لي سليم، شكون من الفنانين النجوم في الاغنيه الشعبيه اللي متاثر بيه ربما، ولا تسمع له اكثر، ولا يعني التجربه نتاعه والاسم نتاعه هو اللي يبهرك؟ والله شو برشا فنانين انا تربيت على صوتهم، من كبار فنانين اللي انا يعجبوني واللي عاونوني برشا لحد الان، ديما ماذا بيا هذه فرصه باش نشكرهم. خويا وصاحبي برشا سمير لوسيف، تحية كبيرة للفنان سمير لوسيف أكيد. وكذلك نشكر برشا فنانين اللي عجبوني ونحبهم برشا، عبد الكريم بنزرتي، لطفي جرمانة، الكل ذم أصوات تربيت عليهم، وإن شاء الله نعمل كيف ما عملوا هما ولا حتى قل بشوي منهم. نبدأ فرحان برشا كي حتى الناس ذم تربيت على أصواتهم، والناس صنعوا فن الشعبي وخدموا فن الشعبي بحقيقة. إن شاء الله أكيد إن شاء الله إن شاء الله. باهي لو كان تعطينا أنت توافي هالاسماء الكل وفي هالالوان الكل، لانه كل واحد عنده اسلوبه وكل واحد عنده روحه وكل واحد عنده جو. انت سليم التونسي لوين تميل اكثر؟ انا واللون اللي تحب تمشي له والثنيه اللي تحب تمشي لها؟ انا ملي بديتني الفن بديت ما عنديش غايه الفنان نوصل له، معناها انا نحب برشا فنانين، نطمح باش نعمل كيف برشا كارير كيف برشا فنانين، اما بديت الفن الشعبي بديت نحب نوصل لسليم التونسي، مش نوصل لحد حد اخر. عبيت الدنيا وحدي، نغني تعبي وحدي، بديت بروح نتاعي باحساسي اللي خليني نوصل الفن الشعبي، هو الاحساس اللي خليني نخدم به لتوا. يعني انا كفنان ساعات يلوم علي يقول لي ولا تغني فنان ولا تريد تغني ولا خاطر نغني صبح بخري، نغني ام كلثوم، نغني كل الفنانين هذا الكل. لكن انا فنان شعبي نغني كل شيء، نغني لاحساسي، مانيش نغني حتى فنان اخر. صحيح نحب برشا فنانين، لكن ديما نلقى اسمي سليم التونسي حتى في احساسي. تحية كبيرة لي، تحية كبيرة لي. طموح مشروع، طموح مشروع من فنان شاب، وانت من عائلة فنية 100%. اكيد من عائلة فنية، عندي اخويا نوجه له تحية عيشي باريستو، من الفنانين اللي عملوا برشا اغنيات في الفن الشعبي ناجحين. سامي السمراني نوجه له تحية، خاطر ديجا عنده اغنية جديدة ان شاء الله باش على يمد جاي باش يكون من الحين، وهو كان ثم بوسيبيليتي نغنيهم منها شوية. كانت قول لنا منها شوية مساج. ما عاد عندي كيف، ما عاد عندي في الهوى منزيف، تعبت قلبي معاك خليني نمشي اليوم طار الكيف، خليني نمشي اليوم طار الكيف، خليني نبعد على كل مكان يفكرني انك يوم كنت معايا، خليني نغرب على كل زمان يحسسني انك يوم كنت هوايا، خليني نغرب حتى من دمعاتي نعيش الألم أغاط بمسكاتي، خليني نغرب حتى من دمعاتي نعيش الألم أغاط بمسكاتي، هاي يا ساهران في الليل بغناياتي غنايات حزني تعمل بيهم كيف، ما عاد عندي كيف. برافو. اكيد مازال عندي برشا كيف. يا سليم ما عاد عندي كيف وغنية حزني ودرا شنو، مازلت صغيرة وعلى مازال عندي كيف للفن وللحياة. الموضوع موضوع حلو ويمس اكيد برشا برشا عباد، هو برشا بدي يقول لك معناها ايش الرواسيون بيا برشا، لكن في وقت من الاوقات تقول لك ما عادش عندي كيف. ديما انسان مازال عنده كيف، ان شاء الله ديما حي قدامك. يعطيك الصحة. مازال باش نسمعوك سليم، باش نمشيو توا لاخر لوحة راقصة معانا اليوم من اللي كنت دام تاعنا، تفضل. يا حب قدام
علاش ظلموك اهل الهوى والمحاين ما سمعت كلامي راح مالي ايه وسوقك والله ما عادش حامي يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي راح مالي وسوقك ما عادش حامي يا حب اشبيك وصيتك ما سمعت كلامي طبعا ناخذ راي صابر وناخذ راي صدام في هاللوحه التونسيه هذه اللي جمعت لي كات كانديدا فيناليست معنا في منوعه دومتيك. صابر نحب نقول لكم برافو لا سينكرونيزاسيون اللي تي توتال البريزونس سور سين نتاع الاولاد كيما البنات حمدي واحمد فوزافي ترافاي دينرجي البنات كيف كيف عطيتو شارم للدانس يعطيكم الصحه. شكرا صابر. صدام عندك مزيد؟ مانيش يزيد برشا على الكلام اللي قاله صابر. برافو يعطيكم الصحة. وأحمد كالعادة نفس الرمارك ما عادش تخزن أصحابك كي تبدا تخدم. واضح. شكرا ليك. نقول طبعا للسادة المشاهدين إذا كان ترغبوا في التصويت والمشاركة في المسابقة تبعثوا لنا اس ام اس على الرقم 85030 بالنسبة ليسرى بن موسى تبعثوا لنا تي ا 6 بالنسبة لحمدي الطايف تبعثوا لنا تي ا 2 بالنسبة لأحمد بن عطية تبعثوا تي ا 5 مريم العبيدي تي ا 3 على رقم 85030 نذكر مرة أخرى وأنه الفينال إن شاء الله الأسبوع القادم واحد من الأربعة هذو
هذوما فقط هو اللي باش يفوز ب 10,000 دينار، وانتوما لزاس اس ام تاعكم اللي جاونا من بدايه البرنامج الى الحلقه القادمه يوم التسجيل عندكم فرصه باش تفوزوا ب 5,000 دينار والا ب 1,000 دينار. دونك ما تردوش باش تبعثوا اس ام اس بسيط ينجم مكانكم الفوز بمبلغ باهي ماهوش دوني، واحنا داخلين على صيف وداخلين على رمضان واسعار مرتفعه. باهي شكرا يعطيكم الصحة. نرجع مع سليم التونسي باش نختم مع سليم بزوز اغاني. سليم نشكرك على الحضور ايضا بالنسبه لكل عناصر الفرقه والمجموعه اللي تصاحبك واكيد باش تصاحبك في الحفلات وفي المهرجانات. اكيد مع الفرقه هذه بالنسبه اعطتني فرصه انت باش نحييهم. الفرقه هذه الجروب اللي معايا يترأسها السيد خويا فوزي وعيسى الحكيري. اي ونحب نشكر كل الناس اللي عاونوني خاطر بصراحه مانيش وحدي. صحيح الفنان ديما يبان في الصوره، ديما فما ناس وراه، فما ناس عاونوني، انا عندي صحابي عاونوني يقفوا معايا، ماذا بيا نوجه لهم تحيه. الخويا قيس الدريسي وسيف جلاسي وعامر رزقي، وبالمناسبه نوجه تحيه لخويا الكبير اللي هو محرز عيد ميلاد ولده اليوم. ربي يوفق له ولياس. يعني ان شاء الله كل عام هو حي بخير غادي يفغلوا له. يعطيك الصحة سليم، نتمنى لك كل نجاح في مسيرتك. زوز أغاني اللي باش تقدمهم لنا شنو هما؟ فما أغنية باش نقدموها توا اسمها يا رايح، إن شاء الله باش يكون موضوع جديد خاطر ديجا توا نشوفوا توا في الحرقة وبرشا كل شيء. المواضيع كل تغنوا تاع الغربة، نحن حبينا ناخذوا فكرة جديدة باش نغنيوا على الناس اللي ماشيين الغربة. اللي ناويين يحرقوا معناها وناويين باش يقولوا يا رايح لبلاد الناس تعيش غريب. أكيد. تكس على روحك وتزيد جروحك والناس تخونك. يعني ما فماش فايده واحد يمشي لبلاد الناس ويخدم ويرجع من غير حتى فايده. من غير فايده. يخدم في بلادي ونعاون بلادي واكيد باش نلقى حاجه باهيه. يعطيك الصحه، شكرا ليك. ابقوا معنا كما قلت باش نختم بزوز اغاني بصوت الفنان سليم التونسي. ابقوا ديما او في قناتكم قناه حنبعلة التونسيه. التقي بكم ان شاء الله في الحلقه القادمه السبت الجاي في الحلقه الختاميه والاخيره بالنسبه لهذا الموسم على قناتكم قناه حنبعلة التونسيه. صباح الخير والى اللقاء. يا رايح لبلاد الناس.
الناس تعيش غنينا لبلاد الناس بينوبة كانت تركت بلادك شكت بخور بين وجوه غريبة تعش محبور يا رايا أهل بلاد الناس تعيش يا رايا يا بلاد الناس بينوبك من الليالي تعيش Oh
نكشف.